هسا الهوريزونتال بوردر موفمنت، هسا قبل ما نبدا في الهوريزونتال بوردر موفمنت هي اكثر شيء بخرب الطلاب بالشيت. ف خلينا نتفق على كم مصطلح قبل ما نبلش. تخيل سوا انه انا هاي اللون تمام عم اطلع عليه الهوريزونتال فيو، اطلع عليه بالفوق اوكي. هسا الرايت تبعي هو ليفت المريض، فهاي الرايت هاي الليفت تمام. اذا الاتجاهات احنا بنكون عارفينها قبل ما نبدا، هذا الرايت وهذا الليفت، عكس الرايت والليفت تبعي بنحكي عن مريض تمام. هسا بدي من كل واحد فيكم انه يتخيل انه في عنده علكه وعم باكل فيها، اذا اكلت فيها انا على الجهه الرايت اللي عم باكل علكه على الجهه الرايت، ايش اللي عم بتحرك الجهه الليفت عشان تروح على الجهه الرايت وبلش يعني بلش نعمل تيوي؟ اذا عم باكل اكل هون انا عم باكل اكل هون، الجهه عم باكل اكل على الرايت، الجهة على الليفت قصدي، الجهة الرايت حتتحرك عشان يصير في عندي تشوينج هون تمام. والعكس صحيح، اذا انا عم باكل شيء على الرايت الليفت حتتحرك على جهة الرايت عشان يصير عندي تشوينج هون، وهكذا. اذا خلينا نتفق على كم مصطلح قبل ما نبلش عشان ما تتعبوا باسئله، انا صراحه كثير بتعجب. اوكي هسه اذا عم احكي اذا عم اتكلم عن الليفت هو الوركينج سايد، هو الوركينج سايد، واذا خلص بدي اكون عارف في بالي انه الرايت كوندايل هي اللي تحركت عليه، والليفت كوندايل ما صار عليه حركه كثيره، صار عليه شويه روتيشن. فاذا لما نحكي الرايت كوندايل تحركت، اذا الليفت سايد هو الوركينج، هو اللي عليه اكل. والعكس صحيح، اذا عم بحكي انه الرايت الليفت كوندايل هي اللي تحركت، اذا الرايت سايد هو اللي عليه اكل، هو الوركينج، والرايت كوندايل مش عم يصير عليها حركه. بس انا كتبت لكم هذا الحكي في قاعده ايه عشان والله متذكر. صحيح، هسا الجهه اللي بتكون وركينج، يعني انا اذا عم باكل اكل هون، هاي الجهه اسمها وركينج، والجهه الثانيه اسمها بالانسينج. بالانسينج عم تعمل بالانسينج. اذا كانت الجهه هذه وركينج هاي بسميها بالانسينج تمام. الجهه اللي مش وركينج بسميها بالانسينج. هسا موفينج توورد ذا رايت، اذا انا تحركت الكوندايل توورد ذا رايت، اذا الرايت هي الوركينج سايد والليفت هي النون وركينج سايد. اذا تحركت الكوندايل توورد ذا رايت هي بتكون الليفت، الليفت تحركت توورد ذا رايت، الرايت هي الوركينج والليفت النون وركينج. بالعكس صحيح، من ون سايد كونتراكت ذا اذر سايد ريلاكس. يعني لما عشان تتحرك هاي العضله، عشان تتحرك هاي الكوندايل، شو بيصير في العضلات اللي عندها؟ حيصير عليها كونتراكشن عشان تحركها صح؟ اذا اجاني في السؤال انه الرايت تيروغويد رايت ميديال تيروغويد صار عليه كونتراكشن، اذا انا حتوقع ان الرايت كوندايل هي تحركت. حكى لي انه الليفت لاترال الليفت ميديال تيروغويد صارت ريلاكست، اذا الليفت لاترال تيروغويد هي اللي مش ورك، هي الوركينج والاكل صار عندها، بالتالي الرايت هي اللي تحركت عليها. اذا نتفق الكوندايل اللي عند الوركينج ما بتتحرك، العضلات اللي عندها ريلاكست، الكوندايل اللي عند الجهه الثانيه نون وركينج هي اللي بتتحرك، العضلات اللي عندها ايش؟ كونتراكت. اوكي، وان سايد كونتراكت ذا اذر سايد از ريلاكست، لاترال تيروغويد كونتراكت، اذا لاترال تيروغويد كونتراكت سايد از نون وركينج، اذا على الجهه نفسها بيكون السايد نون وركينج. وموف ذا كوندايل انتيريور انتيريور لانفي، يعني الكوندايل نفسها لما تتحرك جهه الوركينج تتحرك باتجاه انتيريور لتحت شوي انفي، يعني هاي الحركه نفسها هيك انتيريرلي ميديالي اند انفيريور. انفيريور مش حتبين بس هاي الحركة حتتحرك. لتر تر بودي ريلاكس، حكينا عن ريلاكس سايد ايش اسمه؟ سايد هو الوركينج. فجهه الوركينج ما بصير عندي موفمنت كثير، بس هيك خفيف على الروتيشن. كمان مره الوركينج هو نون بالانسنج، نون وركينج هو البالانسنج. يعني عكس. ايجاز. هسه احكي لي الليفت البوردر، ليفت لاترال بوردر. ليفت لاترال بوردر. يعني لاترال بوردر ما انتبه، يعني هورزنتال بوردر ما انتبه. تشيكن تايم. كل بوردر من هذول البوردرز عباره عن حركه للمان صح؟
بدالي في هذا البوردر. هسه تخيل برضه نفس الشيء، ان انا في عندي خط قلم هون على التب سايزر عم برسم لي رسم، برسم لي الحركه. بلشنا، كان الوضع تمام، بلشنا نقص نقص. يا رب هو بيحكي عن هذا هسه بلشنا واحنا ثابتين، احنا لسه بلشنا من هون، اوكي؟ هسه لما تحركت الماندبل توارد ليفت، توارد ليفت، الليفت هو الوركينج، الرايت نون وركينج، تحركت الماندبل كله لهذا. شو صار في الكونتاكتس؟ ليفت لاترال بوردر اوف ذا ماندبل، اوكي؟ سو ذا رايت، ذا رايت سايد اللي هو هاي الجهه، ذا رايت سايد، الرايت انفيريور لاترال بوردر كونتراكتس، هاي صار عليها كونتراكشن هي من ورا. سو ذا رايت كونتاكت موفز انتيريورلي، انتيريورلي ميديالي اند انفيريورلي، هاي زي القاعده اللي حكيت لكم اياها، اوكي؟ فالرايت كونتاكت هي نون وركينج سايد، نون وركينج صح. الليفت سايد العكس، if lateral lift lateral pterygoid is relaxed يعني هي حتكون relaxed، اذا هي non work هي working قصدي working. so the lift condyle remains in centric relation. result the result is a lift lateral border. فبالتالي حيصفي في عندي هذا البوردر من وراء contraction تبع right condyle والريلاكسيشن تبع اللفت كوندايل، اوكي؟ فاللفت كوندايل هي الوركينج هاي اللحظه.